بعدما وضع الرئيس السابق سعد الحريري الفيتو في وجه ما سماها خطة انتحار اقتصادي بدلاً من خطة الإنقاذ التي تعد بها حكومة حسان دياب، حلف معارض يلوح في الأفق السياسي عماده الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لمجابهة العهد والحكومة من باب الحفاظ على النظام الاقتصادي وحماية جنى أعمار الناس، في مقابل اتهامات للحريري بسعيه لتفشيل الحكومة وعرقلة إنجازاتها. ابتدأ الموضوع من طرف واحد، من طرف الحكومة، التصويب على المرحلة السابقة وعلى فترة 30 سنة ابتداء من الرئيس رفيق الحريري، واللي هو استدعى رد. لكن الآن استدعى رد محدود الحقيقة، لكن الآن الجديد أنه تعرضنا لأسس النظام الديمقراطي القائم، لأسس النظام الاقتصادي الحر، وجينا تقدمت بورقة اللي هي تسربت واللي بتحكي عن موضوع سداد الديون من حسابات المودعين اللبنانيين، وهذا طبيعي بيتعرض لأسس النظام الاقتصادي الحر. أكانوا هؤلاء المودعين اللبنانيين أو أجانب وضعوا ثقتهم بالنظام المصرفي اللبناني، وأيضا بيتعرض لحماية الملكية الفردية اللي هي مصانعة بالدستور. إذا بترجع إلى الورقة اللي أقرت بأيام حكومة الرئيس الحريري الأخيرة، اللي هي الموازنة اللي كانت مفترض أنه تكون 0% عجز، وفيها سلسلة إصلاحات متكاملة وسلسلة إجراءات إصلاحية، ومن ثم بتسأل المواطنين لأنه هني كمان يشدوا الحزام، لكن ما بتبلشي بأنه بتقولي للمواطنين نحن رح ناخد كل العجز اللي تراكم على سنوات من حساباتكم وبعد ما عملنا أي إجراء إصلاحي. طيب نحن حكينا على شو الإجراءات الإصلاحية، أولا خطة الكهرباء. لم تقتصر المعارضة على الخطة الإنقاذية وحسب، بل سبق وكانت للتعيينات حصة من الانقسامات السياسية. نحن من التعيينات أعلننا موقف يعني واضح وصريح أنه يعني رفض لمنطق المحاصصة، لأنه كان الحديث على أنه كفاءة، تبين أنه مش ضروري نحن نعطي شهادة، شهد شاهد من أهله. الوزير الفرنجي طلع قال انه عم تشتغلوا محاصصه، واذا عم تشتغلوا محاصصه نحن بدنا حصتنا، وتبين انه فعليا هي محاصصه، لذلك لم يكن هنالك من تغيير بالنهج، لبل تاكيد على انه مبدا المحاصصه ما زال قائما. بدي يقولوا انه قبل ما يجوا يقولوا انه نحن شكلنا معارضه بوجه هذه الحكومه، مكونات الحكومه نفسها غير موافقه على الاجراءات اللي طرحتها. فقبل ما يكون في اتهام كأنه هنالك جبهة معارضة هي اللي عم بتقوم بخربطة عمل الحكومة، الحكومة منها وفيها غير متوافقة على سلسلة هذه الإجراءات. نحن بالنسبة لنا بعدنا بنقول لحد الآن إذا في إجراء صحيح بالاتجاه الصحيح اللي بيعمل من ضمن خطة شاملة إنقاذية نحن معه. كل احتمالات التصعيد السياسي مفتوحة أمام تيار المستقبل، إلا أن الاستقالة من المجلس النيابي قرار يتخذه الحريري مع كتلته في حينه عند اقتضاء الحاجة إلى هذه الخطوة. أنا برأيي هلأ نحن عم نحكي على إجراءات حكومية عم تخذها الحكومة بتستدعي ردود معينة، لكن طبعا إذا رحنا على التعرض لأسس النظام الديمقراطي القائم ولأسس النظام الاقتصادي الحر، وبدنا نأمم بنوكي رايحين على الحج والناس راجعة، بعد في حدا بالعالم بيأمم بنوكي؟ إذا هيك هو الموضوع بيصير إلا موقف آخر. فترة السماح التي منحها الحريري للحكومة مبنية على خطة إنقاذية متكاملة لا تعفي الدولة من مساهمتها إلى جانب المواطن في إنقاذ لبنان، وسيكون له قريبا كلام آخر إذا لم يتم تدارك الأمر وفق تعبير الرئيس الحريري. رواندا بوخزام، قناة الجديد.